مساء الخير، بنرحب بحضراتكم من جديد ومستمرين معاكم في تغطية فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية تحت شعار العالم عالمين. وصلنا الأسبوع السابع والويك إند السابع من مهرجان العالمين الجديدة، والحقيقة هو ويك إند مليان بتفاصيل كتير جدا جميلة ومتنوعة بيستمتع بيها كل جمهور وزوار مهرجان العالمين الجديدة. بنتكلم طبعا عن الفعاليات الرياضية اللي ليها نصيب الأسد. امبارح كان اطلاق ماراثون الدراجات اللي بيشارك فيه 1000 دراج من محافظات مصر المختلفة، بيتقدمهم 50 لاعب من لاعبي المنتخب المصري للدراجات، وطبعا ده كان بحضور وزير الشباب والرياضة، وده بيحصل بالتعاون ما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة. امبارح كمان كانت قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد اللي أقيمت هنا داخل مدينة العالمين الجديدة في إطار فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ووزير الشباب والرياضة، وكمان قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي حاضرة بشكل مستمر في كل الفعاليات وفي كل المناسبات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة. النهاردة بقى احنا بنتكلم عن اطلاق المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة القضية او بطولة الفنون القتالية MMA اللي بيشارك فيها 8 جنسيات مختلفة، ابرزهم طبعا مصر والبرازيل والسودان وغيرها من الدول المشاركة في هذه البطولة اللي بتضم 28 لاعب و28 مقاتل من جنسيات مختلفة، منهم 4 سيدات بيشاركوا لأول مرة في بطولة الفنون القتالية اللي بتقام هنا في مهرجان العالمين الجديدة وسط إقبال كبير جدا من الجماهير. والنهاردة كان إطلاق المؤتمر الصحفي، كمان كان النهاردة الاستعدادات ووزن اللعيبة، وبكرة إن شاء الله على مسرح النورث سكوير هتطلق البطولة وكل جماهير مهرجان العالمين يقدروا يجي يشاركوا ويستمتعوا بهذه الأجواء. كمان بنتكلم عن إطلاق دوري أبطال المدارس لفرق المدارس لكرة القدم، وكمان بنتكلم عن بطولة الكرة الطائرة الشاطئية اللي بيشارك فيها فرق محترفة من أنحاء مصر، وكمان منافسات كرة السلة ومنافسات كرة البدل. فالحقيقة الأسبوع السابع بيضم عدد كبير جدا من الفعاليات والبطولات والمسابقات الرياضية. كمان بنتكلم عن فعاليات فنية وفعاليات ثقافية متنوعة، أبرزها طبعا النهاردة حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، طبعا حلقة مسجلة مع صاحبة السعادة إسعاد يونس، وكمان بنتكلم عن انطلاق عروض مسرحية البنك سرقوه بطولة الفنان أشرف عبد الباقي والفنان كريم محمود عبد العزيز، وغدا بقى الحفل الفني الأكثر من رائع اللي هيقام على مسرح يو أرينا بند كايروكي طبعا بحضور النجم الصاعد توليد في مهرجان العالمين الجديدة، علشان خاطر يتقدم في الأسبوع السابع كل الفعاليات المتنوعة سواء كانت ثقافية أو فنية أو رياضية اللي بتناسب كل جماهير وزوار مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. وطبعا احنا مستمرين عبر شاشة سي بي سي في رصد كل الفعاليات اللي بتحصل وكل الفعاليات اللي هتحصل عشان يستمتع بها الجمهور اللي موجود داخل مدينة العالمين أو اللي لسه كمان هيزور مدينة العالمين فيما تبقى من الأيام القادمة. احنا دلوقتي في الأسبوع السابع والويك إند السابع، ومتبقي كمان الويك إند الثامن اللي هيجمع حفلات مختلفة ويجمع فعاليات رياضية مختلفة، أبرزها طبعا سباقات السيارات وحفل ويجز اللي هيختتم به مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية، واللي نقدر طبعا نحجز لكل هذه الفعاليات من خلال موقع شركة تذكرتي أو من خلال منافذ شركة تذكرتي الموجودة في محافظة القاهرة والإسكندرية وداخل منافذ شركة تذكرتي في الساحل الشمالي، علشان نستمتع بكل اللي بيحصل في مهرجان العالمين الجديدة تحت شعار العالم عالمين. We'll be right back.